حننت إلى رؤياك مجد الرحيل مجد الرحيل فنبع الصبر قد نطوى ما كنت أحسب قبل حي الجلوم كلما أخذتني رواية ألف ليلة وليلة إلى عوالمها الساحرة أجدني أحط رحالي في حي جلوم العتيق أعيش بين ثنايا أزقته الضيقة تفاصيل الحكاية وأسمع رنين صوت شهرزاد يعبر الحارات المغلقة ليأخذ من المكان سحره وجاذبيته أجوب الحي المتباهي بقدمه على صفحات التاريخ وأنفذ إلى ظاهر المدينة من باب طاكيا غربا وبابق النسرين جنوبا وأعبر داخل الثغر القديم المقام بين هذين البابين والمسمى بخراق الجلوم واصلا للجلوم الكبرى أو البرانية كما يحلو لأهلها أن يسموها وأعود أدراجي لأجد ثغرا آخر يقود للجلوم الصغرى أو الجوانية أتأمل الجدران وأسمع حديثها تحكي عن رجالات عمروها شبرا شبرا وحفروا ملامح وجوههم بين طياتها وبعرق جبينهم بنوا ملامحها العريقة تقودني قدماي للسقطية وتر التسامح المتصل من مسجد أبي يحيى لكنيسة الشيباني المقامة في القرن الثاني عشر الميلادي والتي تضم ساحتها كنيسة ومدرسة وتجذبني الصخرة المغناطيسية المعروفة في الحي وأراني أدخل باب السعادة الذي أنشأه الملك الناصر سنة 54 و600 للهجرة وأتيه في سطور التاريخ وتفتح لي بيوتات الحي مصارع أبوابها لألج إلى نماذج عمرانية صارخة العروبة بنوافذها وشجيراتها وفنها وأفنانها وتقدم لي عوائلها الكرام من أمثال آل رسلان وآل الكواكب وآل مؤذن أشهى وألذ الطعام من المطبخ الحلبي العريق لأذوق الزعتر الناصري والحلويات الطرقجية والفول الحمامي ولتقدم عوائل الحي للعالم نوابغ في كل مجالات العلم والأدب والفن من أمثال الشيخ نجيب خياطة وجميل عقاد ومحمد جلال واللواء محمد فارس رائد الفضاء السوري وصباح فخري وأعود للأزقة أسألها وكم أضاعتني بدلال وعادت لتدلني على الطريق ما السر في تسميتك بالجلوم تتعدد روايات الحارات والأزقة فمن جلى القوم لأن سكان الحي قد جلوا ورحلوا عن مواطنهم الأصلية إلى جل القوم لأن سكانها هم من علية القوم إلى تحريف من جاء اللوم
وهو لقب لوجيه الحي يخوله أن يوجه اللوم إلى مقام السلطة وغيرها. وها هو حي الجلوم يوجه اللوم والعتب المجروح بالألم والحزن على لسان الشيخ شهاب الدين الفاضل أحد قادة صلاح الدين، والرابض جثمانه تحت تراب الحي، وعلى لسان كل رجل وامرأة وطفل من أبناء الحي. يحكي التاريخ أنهم قد سالت يوما دماؤهم في تموز من عام 80 و900 ميلادي، وها هو التاريخ يتشابه اليوم، ويقصف الحي برا وجوا، وينقل الإعلام ذات نهار صورة رجل مصاب وزوجته من أبناء الحي يهربان مذعورين، وأعمدة الدخان تتصاعد من الحي العريق، وقد أورثه القصف دمارا هائلا. وأمام هول ما حدث ويحدث تتوقف شهرزاد عن الحديث، ويصدح صوت خير الدين الأسدي أبرز أبناء الحي قائلا: خيول الحادثات تواصل الجري، وفارس عمري مقطوع العنان، على هامش العمر اللاهث يحيا غريب مشاعري، أو أن ما في فصول الحياة ربيع، إني لأعيش بغير عمر، وإلا فمن يحسب أيام الضنا من عداد الحياة. أن الرحيم.